السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في الفيديو السادس من كورس شرح برنامج فوتوشوب نسخة 2020. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن المجموعة التانية والجزء التاني من ادوات التحديث في الفوتوشوب. جاهزين؟ يلا بينا. في الفيديو اللي فات عرفنا اول جزء او اول مجموعه من ادوات التحديد في الفوتوشوب اللي هي الخاصه بماركي تول. اتعرفنا على ريكتانجلر ماركي تول واليبتيكال ماركي تول. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على المجموعه الثانيه اللي هي الخاصه بلازو تول، هي تحتهم على طول. اول اداه معانا اللي هي لازو تول، اللي هي اختصار اللي مثلا اللي دايره كده. الاداه دي بتحدد بشكل عشوائي. يعني ايه بشكل عشوائي؟ يعني مثلا اكنك بترسم بايدك بالشكل ده، تشتغل بالماوس عادي، بعد كده بتحدد شكل وبتوصل لاخر نقطه وبيقفل على الشكل ده. وبعد كده انت لو عايز هتعمل كنترول جي مثلا، هتعمل نسخه تاني من الجزء اللي انت حددته. نقفل بس ده بالشكل ده، تمام. بعد كده يعني هي بتحدد بشكل عشوائي. نجرب نعمل حاجه تانيه بالشكل ده، تمام. بعد كده هتعمل كنترول جي، هتلاقي اتحدد معي. ونفس الاوبشن اللي موجوده في اي اداه تحديد، قلنا اول اوبشن لو انت هتعمل تحديد جديد، وتاني اوبشن لو انت عملت تحديد مثلا بالشكل ده وعايز تضيف عليه تحديد تاني، هتلاقي نفس الاوبشن التاني اللي هو اد تو سيلكشن. عايز تحدد الجزء ده فهم هيحدد، هيضيف على السيلكشن اللي موجود، وباقي الاوبشن اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. تاني أداة أو تاني جزء في الأدوات ديت بولوجون لازو تول، ومن اسمها يبقى لها علاقة بالأشكال الهندسية أو الأشكال المستقيمة. طب إيه الفرق بينها وبين الريكتانجلر ماركي تول؟ هعرفكوا دلوقتي. دلوقتي إحنا قلنا الفيديو اللي فات لو عايزين نحدد اللي هو الشباك دوت، فهنستخدم الريكتانجلر ماركي تول بالشكل ده، وبعد كده نحدد ونعمل كنترول جي، تمام. طب أنا عايز أحدد اللي هو الشباك ده أو الجزء ده. لو عملت دلوقتي، لو عملت بأداة الريكتانجل ماركي تول مش هيتحدد معانا، أنا عايز حاجة بزاوية كده أو بانحراف. فدي أداة بقى البوليجون لازو تول دي اللي بتحلل. تشتغل بيها ازاي؟ تيجي عند أول نقطة هنا مثلا، النقطة ديت تعمل أول نقطة، بعد كده بتشتغل بشكل مستقيم، تاني نقطة، أول نقطة، تاني نقطة، وبعد كده بتديك اللي هي الإمكانية بتاعت اللي هي الزوايا دي. لو انت عايز تعمل بشكل مستقيم فانت هتضغط شيفت يا اما فوق يا اما تحت، بس احنا عايزين بشكل الزاوية دي. بعد كده تالت نقطة تضغط مسطرة عشان تقدر تتحرك بالشكل ده. بعد كده النقطة اللي بعدها، يعني هي بتحلك اللي انت تعمل تحديد بالشكل ده، تمام، اللي هو بيبقى فيه زوايا. بعد كده زي ما عرفنا كنترول جي عشان تعمل نسخة تاني، تمام. تالت أداة معانا الماجنتيك لاز تول، من اسمها يعني مغناطيس، اللي هي بتمتص أو بتجذب للعناصر أو البيكسل اللي هي شبه بعضها. يعني مثلا لو جينا هنمسح، نعمل كنترول دي هنا، بس عندنا اللون الأصفر اللي هو الطاغي على الشكل ده، عايز أحدده مرة واحدة بأداة الماجنتيك لاز تول. هضغط أول نقطة، هضغط كليك، وبعد كده هتلاقي الأداة ماشية لوحدها بتنجذب للبيكسل اللي هي شبه بعضها بالشكل ده. تعمل باك سبيس عشان بس لو عملت نقط غلط. بعد كده بترجع تشتغل تاني، يعني حاولنا بقدر الامكان توصل عشان نفهم الفكره بتاعتك، تمام، بالشكل ده. وهتلاقي حددت الاجزاء اللي احنا او البيكسل اللي هي شبه بعضها، تمام. لو عايز بقى تضيف على السلكشن اللي انت عملته مثلا الجزء ده زياده عندي فانا عايز اشيله، فاختار مثلا اداه لازو تول، واختار اداه اللي هي سبتراكت فروم سلكشن، وبعد كده احدد الجزء ده، هتلاقي اتشال معايا، تمام. يعني انت ممكن تستخدم اداة تحديد على التحديد اللي انت اشتغلته في اداة تانية.
تمام. بعد كده بتعمل كنترول جي، هتلاقي عمل معاك نسخة تانية، يلغي ده بس، نسخة تانية من الشكل، تمام. وبكده عرفنا تاني مجموعة من أدوات التحديث في الفوتوشوب. إن شاء الله هنكمل باقي المجموعات وباقي الأدوات بس في الحلقات الجاية. استنونا، والسلام عليكم.